من هيئة العليا المستقلة للانتخابات هي التي تتولى المعلومات عن نتائج التوالي. وهذا يفسر أن الصندوق والنتائج في آخر الأمر بيشتشفوا تهتدين إلى العدد المقاعد المتصحفة عليها من قبل القاعدة الفائزة. الضوابط هي التي نعطيكم الأرقام المتعلقة بالانتخابات عملية الاختراع. الرقم الأول يتعلق بعدد المرسلين. عدد المرسلين هو 340,797. 340,797. التعداد هو الأرقام اللي علموا به مراكز الاختراع المصرية. قلنا بعد عدد المرسلين نجد عدد المقترعين. عدد المقترعين هو 205,559. 205,559. عدد الأوراق الملغاة 4,964. 4,964. عدد الأوراق البيضاء 3,254. 3,254. عدد الأصوات الصحيحة 197,294. 197,294. الأصوات المصرح بها، الأصوات المصرح بها هي مجموع الأصوات الصحيحة وعدد الأوراق البيضاء. طبعا الأصوات المصرح بها هي 200,548. 200,548. قلت احنا بموجب النص 71 قلنا الهيئة المركزية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي تقوم بالإعلان عن نتائج غدا، لكن حتى مش نساعدكم انتم من ناحية احنا نختار الفصل 71 ونساعدكم انتم للاهتداء إلى النتائج الأولية. الحاصل الانتخابي، هو الذي يجب اعتماده لاحتساب عدد المقاعد المتحصل عليها. ناخذ الأصوات المصرح بها ونقسمها اللي هو 200,548 ونقسمها على عدد الأماكن، عدد المقاعد يعني 9 مقاعد بالنسبة للدائرة الانتخابية المنافسة. واضح؟ طيب نمر الآن بعد ما أعطيتكم الأبليكاسيون بتاع الحاصل الانتخابي أمر إلى الإعلان عن نتائج متحصل عليها من قبل القائمات المترشحة، يعني القائمات 66. كل رقم مش عاوز مرتين. قائمة حزب الأمل 1,125. 1,125. قائمة حركة الوطنيين الديمقراطيين 2,038. 2,038. قائمة الشباب المتحضر الطموح. لا ثم ديكلاج تبقى شويه العداله والتربيه، العداله والمصالحه، العداله والتربيه. طيب تبقى عندكم ورقه
الذي أعطاه تسمية تعليم التونس لكل تونسي. واضح ولا؟ واضح. دونك وقت اللي قلت تعليم التونس لكل تونسي هي شريحة ثانية. قلت 649. 649. تعليم الشباب المتحضر الطموح 588. 588. قائمة حزب الانفتاح والوفاء 507. 507. قائمة